الوالي هو المسؤول الاول تاع الولايه نتاعو، كل مدراء خاضعين له، ولما يشوف اللي قطاع من القطاعات ما راش يشتغل ومتقاعس يوقفوه، من حقه يوقفوه، من صلاحياته باش يوقفوه. اللي تعين عنده مدير معروف غير الكفاءة نتاعو ولا بقربه من شبهات، عنده الحق يرفضوه. الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية كرئيس حكومة، هو رئيس حكومة.